أكثر من 13 ألف قتيل و 30 ألف إصابة. هذه هي الحصيلة الأخيرة لضحايا الحرب في غزة منذ بدء القصف الإسرائيلي على القطاع قبل 44 يوماً. الأمم المتحدة قالت في بيان لها إن 70% من قتلى الحرب هم أطفال ونساء، وسط تحذيرات اليونيسف من أن الأطفال يعانون من صدمات نفسية بسبب الدمار والحرب. تقارير فلسطينية داخل غزة قالت إن أعداد المفقودين تجاوزت 6000 مفقود، بينهم أكثر من 4000 طفل وامرأة، إما تحت الأنقاض أو أن جثامينهم في الشوارع والطرقات، فيما تأثرت 60% من الوحدات السكنية بالقصف بعد تعرض 43,000 وحدة سكنية للهدم الكلي و 225,000 وحدة سكنية لهدم جزئي، إضافة لاستهداف القصف الإسرائيلي 55 سيارة إسعاف وخروج 25 مستشفى و 52 مركزا صحيا عن الخدمة، إما بسبب نفاد الوقود أو استهدافها بغارات إسرائيلية.